ودلوقتي خليني أصحب حضراتكم في جولة كده نشوف فيها أحوال المرور المختلفة في أماكن مختلفة من مصر، ونبتدي على طول مع الخريطة ونبتدي مع كوبري 15 مايو. زي ما احنا شايفين كوبري 15 مايو قدامنا سيولة مرورية في الاتجاهين سواء لوسط البلد أو المهندسين، أما كوبري أكتوبر برضو فإحنا شايفين سيولة مرورية لغاية ما بنوصل لميدان رمسيس والعباسية وغمرة. متوقع طبعا أن يكون في زيادة كثافات بعد شوية في الوقت الموظفين هتروح فيها لأعمال. لو بصينا بقى على طريق الكورنيش من المظلات ولغاية وسط البلد هنلاقي بعض الكثافات المرورية المتحركة لغاية ميدان التحرير، بعدها هنلاقي سيولة مرورية مكملة معانا على الكورنيش ولغاية مناطق حلوان. أما بقى اللي هيبص على شارع بورسعيد أو هيتجه لشارع بورسعيد والشرابية وحدائق القبة ولغاية كوبري السواح والأمارية هنلاقي بعض الكثافات البسيطة، وكمان في الاتجاه العكسي هنلاقي كمان بعض الكثافات عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري، وبرضو عند كوبري المطرية اللي جاي من كابلات متجه للتجنيد ومناطق مصر الجديدة. احنا بننصح أو بنقترح إنه بيفضل إن احنا نستخدم كوبري سرايا القبة. هنلاقي بعض الكثافات أعلى مطلع كوبري السيدة عائشة للقادم من مجرى العيون ومتجه للقلعة ووسط المدينة، وعشان كده برضو بنقول إن في طريق بديل هو الملك الصالح وشارع القصر العيني. ناخد بالنا ونذكر حضراتكم إن في غلق كلي لطريق الأوتوستراد للي جاي من مناطق التبين في اتجاه مناطق المعادي مع تحويل حركة المرور بسبب أعمال إنشاء القطار الكهربائي. نروح بقى محافظة الجيزة ونشوف محور 26 يوليو في الطريق اللي جاي من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان. احنا شايفين بعض الكثافات المرورية حديد طبعا مع ساعات الذروة الصباحية، وعشان كده للمتجه لمناطق وسط البلد ومنطقة مدينة نصر ومصر الجديدة في طريق بديل هو محور رود الفارج. أما بقى اللي هيبقى جاي من شارع السودان احنا شايفين كثافات مرورية بسيطة حتزيد قدام محطة مترو الجامعة مع اللي جاي قدام كوبري فيصل ومناطق الدقي، وهنلاقي كثافات متحركة عند محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، وفي الدقي كمان هنلاقي الطرق فيها سيولة مرورية لغاية ما بنوصل لكوبري قصر النيل وميدان التحرير. لو بصينا بقى على الطريق الدائري هنلاقي كثافات متحركة عند نزلة شارع البحر الأعظم لغاية ما بنوصل لمنطقة الدقي ولمنطقة الجلاء أو ميدان الجلاء، وهنلاقي تباطؤ في حركة السيارات. هنلاقي برضو بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي ولغاية مناطق الجيزة، وكمان هنلاقي في طريق الفيوم الصحراوي ولغاية حدائق الأهرام وصولا لمنطقة الرماية. ناخد بالنا أو نذكر حضراتكم إن في غلق كلي لشارع الهرم قدام شارع فاطمة رشدي ولغاية ما بعد جمال الدين الأفغاني بطول 500 متر عشان تنفذ محطة مترو أنفاق المساحة ضمن الخط الرابع للمشروع، وتم تجهيز التحويلة المرورية الآتية للتسهيل للمواطنين. كمان حركة المركبات للقادمة من محور أنور السادات اللي هو ترسى سابقا، ولو عايز تمشي في اتجاه شارع الأهرام هتستمر وتكمل لغاية كوبري عثمان محرم الجديد وتطلع أعلى الكوبري وتستكمل الطريق لغاية خاتم المرسلين عند فتحة الدوران المواجهة لنادي الشرقية للدخان، وبعدها عندك الدوران وشارع خاتم المرسلين تقدر ترجع فيه بمنتهى اليسر. نروح بقى لمحافظة سوهاج والامور طيبه جدا. هنبتدي من محطه قطار سوهاج اللي احنا شايفين عندها كثافات نسبيه بطبيعه الحال، وهنتجه ونشوف شارع وطريق الحواويش. احنا شايفين بعض الكثافات المروريه لغايه ما بنوصل للشارع اللي فيه مستشفى اخميم المركزي اللي هنلاقي فيه سيوله مروريه. هنكمل مع بعض ونفضل مكملين لغايه ما بنروح لطريق جرجه اللي بيشهد سيوله مروريه متقطعه، هنلاقي كمان بعض الكثافات البسيطه اللي ممكن نقابلها في منتصف الطريق، غير كده ما عندناش أي مشاكل خالص. نروح بقى ونشوف كورنيش الإسكندرية أو إسكندرية بصفة عامة ونشوف أخبار المصطفين اللي موجودين هناك. هنلاقي كثافات بسيطة موجودة في بعض الطرق، وهنلاقي سيولة مرورية كبيرة جدا عند محطة الرمل واصلة لغاية شارع عمر لطفي ولغاية تقاطع شارع النبي دليان اللي هنشوف فيه كثافات مرورية متقطعة ونسبية واصلة لغاية طريق الحرية. لو كملنا بقى في نفس الشارع هنلاقي فيه كثافات مرورية تانية واصلة لغاية محرم بيه والشارع عبد القادر الغريب.
تعالوا مع بعض نبص على طريق الكورنيش قدامنا، هنلاقي فيه كثافات مرورية متقطعة عند ستانلي وميامي، وهنكمل مع بعض عند محيط الجامعة هنلاقي بعض الكثافات المرورية، لكن الكورنيش هنلاقي فيه سيولة مرورية لأن طبعا المصطفين ما بيبقوش نزلوا في الوقت البدري زي ده. دلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. الدولار الأمريكي بيسجل 18 جنيه 91 قرش للشراء، 18 جنيه 98 قرش للبيع. اليورو بيسجل 19 جنيه 35 قرش للشراء، 19 جنيه 43 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 23 جنيه و12 قرش للشراء، 23 جنيه و22 قرش للبيع. والفرنك السويسري بيسجل 19 جنيه 91 قرش للشراء، 20 جنيه للبيع. اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه 79 قرش للشراء، 2 جنيه 81 قرش للبيع. الريال السعودي بيسجل 5 جنيه و3 قروش للشراء، 5 جنيه و5 قروش للبيع. دينار كويتي 61 جنيه 62 قرش للشراء، 61 جنيه 96 قرش للبيع. والدرهم الإماراتي بيسجل 5 جنيه و14 قرش للشراء، 5 جنيه و16 قرش للبيع. خلينا بقى نبص على متوسط أسعار الذهب ونشوف أسعار الجرام وصلت لكام. عيار 18 بيسجل 891 جنيه للجرام، عيار 21 بيسجل 1040 جنيه للجرام، عيار 24 بيسجل 1189 جنيه للجرام، والجنيه الذهب بيسجل 8320 جنيه. ولكل الناس اللي عايزة تعرف أخبار الجو النهاردة هنستعرض مع حضراتكم حالاً جولة سريعة في أحوال الطقس اللي الجو هيكون فيها النهاردة حار ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وخلال ساعات النهار هيكون في ارتفاع في نسب الرطوبة، وده هيخلي الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من المتوقعة بدرجتين لثلاث درجات. كمان هنلاقي شبورة مائية على الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42 درجة، والأقل في مطروح 31 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل.